سيزون 4 شابتر 2 هو من اكثر المواسم اللي كان فيها تنوع بالنسبه للستايلات والسكنات. حاليا معنا سكن مارفل اللي هو باسم جينيفر والترز اللي ظاهر امامكم. هذا السكن يا شباب بيمديك انك انت تعمل بيله تحديات وتاخذ عليه رقصه انه هي تحوله من بني ادم طبيعي مثل ما ظاهر امامكم لا هالك الاخضر بس على شكل المره اللي ظاهر امامكم. فاليوم ان شاء الله بدي اشرح لكم تحديات كيف تاخذ هاي الرقصه وكيف تقدر تحول السكن تبعك داخل اللعبه لما تاخذ هاي الرقصه. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. قبل ما بلش المقطع تبعي واحكي عن التحديات بتمنى لو انت اول مره عندك تشاهد فيديو على القناه لايك سبسكرايب القصص الحلوه. شكرا على 15000 اخ وصديق عندي بالقناه. حلمنا انه نوصل 20000 قبل نهايه هالسنه وهي الحمله ان شاء الله اطلقتوها انتم بعض الشباب عندي بالقناه. شكرا لكم يا شباب. نوصل 20000 مشترك قبل نهايه السنه ويلا مع بعض. بالنسبه لتحديات يا شباب جينيفر والترز اللي ظاهره امامكم، هاي التحديات يا شباب الى شروط. الشرط الاول انه انت لازم يكون معك السكن بتير 22 او ليفل 22 وبعد منها توصل ليفل 29 لحتى تاخذ الكتاب اللي ظاهر امامك. مجرد ما تاخذ انت هذا الكتاب اللي ظاهر امامك بليفل 29 بيفتح لك تحديات على الشمال، كل السكنات نفس الموضوع، ايرون مان، ثور، كله نفس الموضوع يا شباب، وانا ان شاء الله بنزلكم اياهم بالتدريج لانه هلا ليفل 29 يعني في بعض الناس ما وصلت لسه لهذا الليفل. بالنسبه لهذا الليفل 29 يا شباب، كيف بدك تفتح ستايل جينيفر اللي ظاهر امامك؟ اول شيء بيطلب منك تحدي انه هو بيقول لك انك انت روح على مكتب الخاص بجينيفر تبع المحاماه، هي بالقصه بتكون محاميه بالكوميكس بوك، فهو بيطلب منك انك انت تروح على المكتب المحاماه تبع اللي هو موجود بمنطقة ريدار. انا هلا حورجيك وين مكان المكتب وكيف تساوي التحدي وبعد منها نرجع ناخذ تحديين تاني لنقدر نفتح هذا الرقصة او هاي التحويلة. والتحدي الثاني يا شباب من تحديات جينيفر او تحديات الجاما بيطلب منك انك انت تعمل تصفيه لثلاثه هانشمن بمنطقه دكتور دومز. هي منطقه دكتور دومز اللي هي بليزنت سابقا، هنيك بتلاقي هانشمن خاصين بدكتور دومز، كل عليك انك انت تصفي ثلاثه من تبعات دكتور دومز، ما بصير اي هانشمن ثاني او بوتات ثاني باللعبه، فقط تبعات دكتور دومز. تنزل بمنطقه بليزنت بارك، انا كمان رح اورجيك وين تنزل وكيف تساوي التحدي بالضبط. مثل ما شفتوا خلصنا التحدي الثاني وقتلنا الهانشمن الخاصين بدكتور دومز. هلا التحدي الثالث والاخير اللي حيفتح لنا الرقصه معنا يا شباب، هذا التحدي الاخير بيطلب منك انك انت تروح على منطقه تكسر فيها الفازه او تكسر المزهريه وبعد منها ترقص. التحدي سهل وبسيط، هلا رح ورجيك وين مكان الفازه او المزهريه، تروح تساوي هذا التحدي وبتاخذ هذا الستايل او الرقصه كمان بنفس الوقت. الرقصه يا شباب ما بتعملها غير بالسكين، وبتقدر تعمل الرقصه انه تعمل سكنك اخضر وتعمل انك انت سكنك عادي بتقدر ترجع عادي. الرقصه حلوه جدا والسكن حلو جدا، من افضل السكنات بهذا السيزون. بس هذا هو مقطعنا اليوم، بتمنى تكون استفدت واستمتعت ببعض المعلومات. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله.